للحديث أكثر عن الهجمات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، ينضم إلينا الدكتور خليل الخليل، الباحث والأكاديمي السعودي، عبر الهاتف من الرياض. دكتور خليل، بداية مرحبا بك. يعني كلما لاحت في الأفق مؤشرات على إمكانية يعني الحل السياسي للأزمة في اليمن، أشعل الحوثيون مجددا نار الحرب. كيف تقرأ الهجوم الإرهابي الحوثي اليوم على مطار أبها؟ حياكم الله وأشكركم على استضافتي. وبدون شك بأن الهجوم الذي حصل هذا اليوم على مطار أبها بأنه اعتداء، وأنه ضد القوانين الدولية، وأنه دليل على أن الحوثة لا يريدون السلم ولا يريدون السلام ولا يريدون إيقاف الحرب. وهذه هي أشكالية، وهو أمر بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية وبالنسبة للعالم الحقيقة، دول التعاون والعالم العربي والعالم الإسلامي يدركون بأن الحوثة مرتبطون بإيران، وأنهم ارتبطوا بأيديولوجية طائفية بكل أسف، لا يعملون لصالح اليمن وإنما يعملون لصالح إيران وميليشيات إيران. تصوروا ويتصور المشاهدات المشاهدون في كل مكان بأن ما حصل إلى الآن، ما أرسل من الصواريخ البالستية على المملكة العربية السعودية في السنوات الماضية 300 أو أكثر من 350، كذلك أكثر من 470 طائرة مسيرة مفخخة، كذلك 60 تقريبا زورق بحري مفخخ. يعني هذه من الاعتداءات التي هي على البر وعلى البحر وعلى الجو، أكثر من 175 لغم حربي بكل أسف. هناك 95 ألف مقذوف وصلت، يعني قرابة 100 على جنوب المملكة العربية السعودية. اعتداءات على، كما ذكر الحقيقة تقريركم الجميل، على البرلمانيين، اعتداء البرلمانيين اليمنيين، اعتداءات على مطار عدن عندما وصلت الحكومة التي اتفق عليها والتي هي يراد منها أن تكون حلاً، كذلك على الحديدة. هناك اختطاف شيء مقلق جدا، ملاحي ناقلة النفط صافر، يعني تصور اختطفوا 6 من ملاحيها وهي خطيرة، ربما تنفجر في البحر العربي. الألغام الموقوتة، الاختفاء، السجون، ثم استخدام الأطفال الحقيقة للحروب، كل هذا، استخدام المساجد، استخدام المدارس كمنصات وكذلك كمخابئ للأسلحة. هنا يعني العقاب الجماعي، ما لا يعني إسرائيل اللي تستخدم العقاب الجماعي عندما تشك في أحد من حماس أو من الجهاد أو من المقاومة الفلسطينية، هي تأتي وتسقط البيت، وحتى دقائق فقط ثم يخرج أو البيت يفجر على من فيه. تقوم بذلك الحوثة، يقوم بذلك مع إخوانهم في اليمنيين. لذلك في الحقيقة هي مأساة من المآسي ما حدث. طيب اليوم دكتور خليل، السفير إنما الإيراني، كلمة أقولها كلمة فقط، نعم، أقولها إنه هذا تمادي من الحوثة المرتبطين بإيران بأيديولوجيا وعسكريا وأمنيا، وتراخي كذلك من المجتمع الدولي لأنه ترك الحوثة يعبثون. طيب دكتور خليل، يعني السفير الإيراني لدى ميليشيا الحوثي تحدث وقال إن هذه الضربات هي انتصار للثورة الإيرانية، إلى أي مدى ترى أن الهجوم اليوم هو رسالة ليست من ميليشيا الحوثي فحسب، بل ممن يقف وراءها؟ هم في الحقيقة يعبثون، يعني الميليشيات الإيرانية تعبث، سواء تطلق من العراق أو تطلق من اليمن، وربما غدا تأتي صواريخ وطائرات للإمارات العربية، تأتي لقطر، تأتي للكويت، تأتي للبحرين، يعني هنالك عبث. أنا أستغرب الحقيقة بأن يكون هنالك تحالف دولي قوي جدا وله قواعد عسكرية في البحرين وفي العراق وفي المملكة السعودية وفي الإمارات من أجل محاربة داعش ومن أجل محاربة القاعدة ومن يلف هذا اللف مثل النصرة. الغريب أنه هذه القوة الهائلة التي تحارب داعش ألا تستطيع أن توجه كذلك طاقاتها وإمكاناتها وصواريخها واستخباراتها لمحاربة الحوثة الذين هم بالاتفاق دوليا
بأنهم عدائيون وطائفيون، إنما هنالك يبدو مآرب من دول أخرى لها مصلحة في العبث في المنطقة، وبالذات يعني موضوع المملكة العربية السعودية، يراد استنزاف المملكة العربية السعودية، يراد إقلاق دول مجلس التعاون، يراد تفريق الأمتين العربية والإسلامية. لذلك مهم جدا بأنه يكون هناك تكاتف من قبل الجامعة العربية، من قبل منظمة التعاون الإسلامي، من قبل المفكرين، من قبل أينما يكونون. هذه قضية لا تقبل. ما طبعا انتصار لإيران، يعني هو ما يفعل الآن، إيران تتبجح وهي تريد أن تقول لبايدن وللحكومة الجديدة نحن أقوياء. فما يحصل في الحقيقة ضد المملكة، وما يحصل من الحوثة هو ورقة ضغط، يعني ليس من أجل أن ينتصر الحوثة، لا الحوثة إيران تريد أن ينتصروا، كما أنها بقيت في سوريا مع الأسف الشديد وتضربها إسرائيل صباح مساء. لماذا لا تطلق المقاومة وتحارب إسرائيل من لبنان أو من الجولان أو كذا؟ هي تريد إيران أن تكون فقط موجهة ضد أعداء محددين، ربما يرون تكفيرهم، ربما يرون أن لهم مهدي قادم، ربما لا، يعني هنالك أهداف خفية لدى النظام الخميني أو الخمينيي كذلك. شكرا جزيلا لكم دكتور خليل الخليل، الباحث والأكاديمي السعودي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض.